بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبي الله وعبده ورسوله سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس 14 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 12 من جماد الآخرة سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا المجلس نستكثر من ذكرنا لربنا الكبير المتعال، حامدين إياه جل جلاله على ما أولى من النعم وأسدى من الفضل والكرم، فسبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، مستكثرين كذلك في مجلسنا المبارك هذا في هذه الليلة المباركة من صلاتنا وسلامنا على بهجة القلوب وأنسها وفرحة القلوب وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مغترفين من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بقدر ما يرجو أحدنا من صلاة ربه جل جلاله، وفيه الوعد الحق: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هل حن قلبك للنبي محمد ورجوت لقيا في المقام الأسعد؟ أكثر عليه من الصلاة ورددا: يا رب صل على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، واجعلنا من أعظم أمته بركة واتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها المسلمون، فوقد فبنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند فصل في شرح معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه تقدم معنا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وفيه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. والحديث صحيح، أخرجه الشيخان، وتفسير العاقب كما تقدم مدرج في صحيح مسلم في الحديث من قول الإمام الزهري رحمة الله عليه. ها هنا في مجلس الليلة نستعرض كلام المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذه المعاني لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الماحي؟ وما المراد بالعاقب والحاشر والقافي أو المقفي؟ فضلاً عن أن نعرف معنى الاسمين الشهيرين محمد وأحمد، وعامة المسلمين من شدة حبهم لهذا الاسم الكريم يسمون به أولادهم منذ صدر الإسلام الأول وإلى يوم الناس هذا، بل لا يزال هذا الاسم الكريم أعلى الأسماء شيوعاً وانتشاراً بين أبناء المسلمين، حباً فيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبركاً بهذا الاسم الذي يرجى من خيره لمن سمي به. فطالما أحببنا ونادينا وشهدنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددت المآذن: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما سمينا وتسمينا بمحمد، فما المراد بهذا الاسم المبارك؟ حتى تفهموا أكثر أيها المباركون، الأعلام أو الأسماء كما يقولون لا تعلل، فإنك إذا سميت شيئا ما شخصاً أو غيره، إذا سميته اسماً فإنه لا يعلل، فلماذا يقال لك: لماذا سميت ابنك ماجد أو خالد أو بكراً أو زيداً؟ لا تعلل، لأن العلم لا يعد أن يكون اسماً معرفاً على الشخص أن هذا فلان وذاك فلان. لكن أسماء الله الحسنى ليست أسماء محضة أو مجردة، بل هي أسماء ذات معان وأوصاف، وكذلك أسماء
كتبه سبحانه وتعالى، وهكذا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد هذا العلم له دلالات عظيمة ولها معان جميلة، يأتي المصنف رحمه الله على شرحها في هذا الفصل الذي نتدارسه الليلة، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد. هذا الاسم الكريم محمد في صيغته واشتقاقه اللغوي، قال هو اسم مفعول من الفعل حمد، فإذا قلت في اسم المفعول على وزن مفعول من الفعل حمد سيكون محمدا، وسيكون اسم الفاعل محمدا. وهذا الاسم لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو اسم مفعول كما قال من الفعل حمد، يعني كثير الخصال التي يحمد عليها. اسم المفعول هذا جاء على وزن مفعل، مثل ما تقول في الكلمات معظم ومحبب، معظم إذا كان كثير التعظيم، محبب إذا كان كثير الحب في قلوب الآخرين، وتقول أيضا مسود ومبجل، فهذا الوزن مفعل يدل على التعظيم للمعنى الذي يشتمل عليه الاسم. فإذا قلت مبجل يعني كثير التبجيل، مسود عظيم السؤدد والسيادة والرئاسة، ومحمد عظيم الحمد، يعني يحمد لكثرة ما اشتمل عليه من الأوصاف التي تجلب الحمد له. ومعنى الحمد هنا الثناء والرضا والذكر الحسن الذي يعود عليه بكل قول جميل. قال رحمه الله: هذا أبلغ من كلمة محمود، وإن كان أصل المعنى في الكلمتين واحدا، فإن محمودا أيضا اسم مفعول لكنه من الفعل الثلاثي المجرد حميدا، واسم الفاعل حامد والمفعول محمود، هذا من الفعل حميدا، فالفاعل حامد والمفعول محمود. فإذا كان الفعل حميدا بمعنى أثنى وذكر القول الطيب في مقابل ما رأى أو سمع أو بلغه، فيقال هو حامد، ومن وقع عليه الحمد يكون محمودا. ونحن عندما نحمد الله نقول الحمد لله، فربنا محمود، لأن الحمد وقع على الذات الإلهية، والخلق كلهم يحمدون الله، هذا حمد الخلق للخالق، فربنا محمود بهذا المعنى. وإذا قلت في البشر أيضا محمود، فالمراد به ذاك الإنسان الذي اتصف بجميل الصفات وكريم الأخلاق حتى أثنى الناس عليه خيرا، مدحوا أخلاقه وحمدوا صنيعه وشكروا فعله ولطف قوله وحسن إكرامه لغيره، فأثنوا عليه وحمدوا ما فعل، فلما حمده الناس قيل عن المفعول محمود. فمحمود ومحمد بالمعنى ذاته، لكن محمد أبلغ لأنه كما قلنا على وزن مفعل، يعني معنى الحمد فيه أكثر، وما اجتمع فيه أيضا من الحمد والثناء والشكر أبلغ مما اجتمع فيه محمود، وذلك يعود فقط إلى اختلاف الصيغة والاشتقاق الذي جاءت منه الكلمة. فمحمود من الفعل حميدة،
لكن محمد من الفعل حمد، فهي أبلغ. وإذا جاء الشد في الكلمة أيضا دل على مزيد تأكيد وتشديد في المعنى اتساقا مع اللفظ كما تقول العرب. قال: فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. هذا عندما نقول عن البشر محمود لصفاته وأخلاقه، ومحمد لمزيد من ذلك المعنى، ففيه من الأخلاق والصفات والإكرام والإحسان إلى غيره ما جلب له الحمد والشكر والثناء على ألسنة البشر، فيقال عنه محمد. قال: ولهذا سمي في التوراة بهذا الاسم لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى أن يكون موسى عليه السلام منهم. أشار المصنف إلى أنه أتى على المسألة هذه في كتابه الذي أشار إليه في المجلس السابق، وهو كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تطرق المصنف رحمه الله بمزيد توسع لهذا المعنى في اسم محمد، وقال إنه على زينة مفعل كمعظم ومحبب ومسود ومبجل. قال: لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها، هذا إذا اشتق منه اسم الفاعل. قال: وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه وليس منه مرة بعد أخرى، إما استحقاقاً أو وقوعاً. قال: فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو هو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى، إلى أن قال رحمه الله هناك في ذاك الكتاب: ويقال حمد فهو محمد، كما يقال علم فهو معلم، هذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علماً محضاً في حق كثير ممن تسمى به غيره. يعني عامة من يسمي ابنه أو أخاه أو يسمي نفسه محمداً لا يلزم أن يتصف بهذا المعنى، فقد يكون في شيء من سوء الخلق أو سوء الفعل أو الذكر بين الناس بما لا يحمد بل يذم، فيكون اسم محمد في حقه علما محضا. وكذلك من سمى ابنه ماجدا وفائزا وقد لا يكون فيه من معنى المجد ولا الفوز شيء، إنما هي أعلام مجردة. أما أسماء الرب تبارك وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم هناك في الكتاب، قال: هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد العلمية فيها الوصفة بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، إلى آخر ما قال هناك رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول. هذا الاسم الثاني من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وردت التسمية به في الكتب السماوية السابقة، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاسمه أحمد في الكتب السماوية السابقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد. فهذا الاسم الثاني أيضا من المادة نفسها من الحمد، فأحمد على وزن أفعل التفضيل، مثل ما تقول مثلا أكثر وأجمل وأكبر، هذه صيغة تفضيل، أكبر من غيره وأجمل من غيره وأحسن من غيره. فأحمد يعني أحمد من غيره. ما معناه؟ إما أن تجعله باسم الفاعل، يعني هو أكثر من يحمد الله، فهو أحمد الحامدين، فيكون هنا بمعنى الفاعل، أو تجعله بمعنى المفعول، أحمد من حمد من الخلق، فإما أن يكون بمعنى الفاعل فيكون أحمد الناس لربه، وهو الذي بيده لواء الحمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وأمته أمة الحمادين،
أو أن تقول إن الأحمد هنا بمعنى أكثر من وقع عليه الحمد، كما قلنا في محمد قبل قليل لكثرة ما يحمد عليه من أخلاقه وصفاته وشأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، يعني هو أفعل التفضيل أكثر الناس حمدا لربه أو أكثر الناس حمدا يقع عليه حمد الخلق لما هو عليه من جميل الصفات وكمال الأحوال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة: هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا: ولهذا لا يقال. الآن يستطرد المصنف رحمه الله في فوائد لغوية ربما تأخذ معنا وقتا من هذا المجلس، وهو استطراد علمي دقيق يتكلم فيه عن مسألة وقع فيها خلاف النحاة، وهو أن أفعل التفضيل هل يصاغ من فعل الفاعل أو من الفعل الواقع على المفعول. فكما في مثل أحمد، هل هو بمعنى الفاعل أحمد الناس لربه أو بمعنى المفعول أكثر من يحمد على ألسنة الناس؟ هذا يعود إلى مسألة لغوية هذا أصلها، هل أفعل التفضيل يشتق من فعل الفاعل أو من الفعل الواقع على المفعول؟ فيستطرد هنا في ذكر هذه المسألة اللغوية وما يتعلق بها من الشواهد والأمثلة. نعم. قال رحمه الله: ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا: ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشرب الماء وآكل الخبز ونحوه. لأنك لما تقول ما أشرب الماء أنت تقصد ما أكثر ما يقع فيه من الماء الري بشربه، وإذا قلت ما آكل الخبز قصدك أنه ليس شيء مثل الخبز يقع الأكل به. فالخبز والماء هنا في هذه الصيغة وقع مفعولا به، فيقولون: ألا ترى أنه خطأ في اللغة أن تقول ما أشرب الماء وما آكل الخبز؟ وسبب الخطأ في هذه الصياغة أن أفعل التفضيل وقعت بمعنى الفعل الواقع على المفعول، فلهذا كان خطأ. قال: هذا دليل على أن أفعل التفضيل إنما تشتق من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. وأنت تقول ما أضرب زيدا، ما أضرب زيدا تقصد ما شدة ضربه، ما أشد ضربه، أو تقصد ما أشد الضرب الواقع عليه؟ فإن قصدت ما أشد الضرب الواقع عليه لا تقول ما أضرب زيدا، فإنك هكذا فعلت جعلته فاعلا لا مفعولا، ولا تقول زيد أضرب من عمرو إذا أردت باعتبار الضرب الواقع عليه. لكن العربي إذا سمع زيد أضرب من عمرو ماذا يفهم؟ تفضيل زيد على عمرو في الضرب الذي يصدر منه أو في الضرب الذي يقع عليه؟ في الضرب الذي يصدر منه. إذن هو مشتق من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. فمن أراد العكس رأى زيدا وعمرا يضربان ورأى الضرب الواقع على زيد أكثر من عمرو، فإنه لا يصح له أن يقول زيد أضرب من عمرو، ولو أراد هذا المعنى ما تحقق له بهذه الصيغة. قالوا: فهذا في اللغة دليل على أن أفعل التفضيل يصاغ من فعل الفاعل وليس من الفعل الواقع على المفعول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين والمكسورها إلى فعل المضموم العين. قالوا: ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقولك ما أظرف زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرم. قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد. تقول ما أكرم عمرا أنت تقصد أن عمرا كريم،
والفعل الكرم وقع منه. وكذا تقول ما أظرف زيدا، زيد هنا فاعل وقع منه فعل الظرف وهو اللطافة وحسن المقام. فإذا قلت ما أظرف زيدا فالمتعجب هنا زيد، المتعجب منه زيد، أو ما أكرم عمرا المتعجب منه هنا عمرو، فاعل في الأصل، هذا فاعل للكرم وهذا فاعل للظرف. فعندئذ قلت ما أكرم، ما أجمل، ما أظرف، فأتيت بالفعل الذي عديته بالهمزة، فوجب أن يكون فعله في الأصل لازما غير متعد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين ثم عدي، والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الواقع على المفعول. هذا قول الفريق الأول، أن أحمد في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الفاعل، والمراد عندئذ أنه أحمد الحامدين لربه عليه الصلاة والسلام، وأنه الواقع منه فعل الحمد. فإذا قلت هو أحمد يعني أشد الناس يقع منه الحمد لربه، فيكون بمعنى الفاعل. واستدلوا لذلك كما سمعت بأن أفعل التفضيل في اللغة إنما يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول. يجوز صوغهما، يقصد كما تقدم في الأمثلة السابقة أفعل التعجب، أفعل التفضيل والتعجب، صيغة التعجب وصيغة التفضيل، يجوز أن يصاغ كل منهما من فعل الفاعل ومن الفعل الواقع على المفعول. قال رحمه الله: وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. سينتقل الفريق الآخر لذكر شواهد لغوية كذلك تدل على أن أفعل التفضيل أو التعجب تأتي في اللغة أيضا مشتقة من الفعل الواقع على المفعول. قال: فلو كانت خطأ ما ورد استعمالها في اللغة، وهكا الأمثلة. قال رحمه الله: تقول العرب: ما أشغله بالشيء، وهذا من شغل فهو مشغول. وكذلك يقولون: ما أولعه بكذا، وهذا من أولع بالشيء فهو مولع، مبني للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا، هو من أعجب به. نعم، قالوا هذه أمثلة. عندما ترى إنسانا مشغولا بأمر ما، كأن يكون مثلا مشغولا بالقرآن، فتقول: فلان ما أشغله بالقرآن. ما أشغله، هو هنا مشتغل أو وقع الشغل عليه، فتقول: ما أشغله بالشيء من شغل فهو مشغول لا شاغل، فهو المشغول بهذا الأمر. وكذلك تقول: ما أولعه بكذا، من الولع وهو التعلق، شدة التعلق بالشيء والحب له. وكذلك تقول: ما أعجبه بكذا، من أعجب بالشيء وليس من أعجب. فهذه أمثلة في أفعل التفضيل جاءت مشتقة من الفعل الواقع على المفعول وليس من فعل الفاعل. قالوا: فإذا كان هذا جائزا في اللغة، فلما لا يكون أحمد بمعنى أكثر من يقع عليه الحمد وليس أكثر من يقع منه الحمد، وإن كان المعنيان صحيحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقولون: ما أحبه إلي هو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول: ما أبغضني له، وما أحبني له، وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت، فتكون متعجبا من فعل الفاعل
وتقول: ما أبغضني إليه، وما أمقتني إليه، وما أحبني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول. إذن فرق عندما تعبر عن شدة حبك للشيء أو شدة حب غيرك لك. على سبيل المثال، لو كان أبوك حاضرا أمامك وأنت تريد أن تعبر عن شدة حبك لأبيك، فأنت تقول: ما أحبني له. وإذا أردت أن تقول إن أباك يحبك شدة الحب وأشده، فتقول: ما أحبني له. ففرق بين أن تقول: ما أحبني إليه، وما أحبني له. فالتفريق بين له وإليه هو من أجل البيان الفرق في الحب، هل هو في المتكلم فاعل أو مفعول. فإذا كنت أنت الفاعل للحب الذي يقع منك على أبيك، تقول: ما أحبني له. وإذا أردت أن تكون أنت المتكلم الذي وقع الحب عليك فتكون مفعولا، ستقول: ما أحبني إليه. قالوا: هذه المسألة التي ذكرها سيبويه دليل على أن هذا الفعل وهو أفعل التفضيل، هذه الصيغة أحب، تأتي تارة بمعنى أو تأتي مشتقة من فعل الفاعل، وتأتي تارة مشتقة من الفعل الواقع على المفعول. ولما احتاجوا إلى التفريق قالوا: له وإليه، ما أحبني له، ما أحبني إليه. ولو لم تكن الصيغة صالحة للاشتقاق من الفعلين لما صح استعمالها. وكذلك تقول: ما أمقتني له، فأنت ماقت يعني شديد البغض والكراهية، ولو قلت: ما أمقتني إليه، يعني هو شديد المقت لك. وكذلك تقول: ما أبغضني له، أنت شديد البغض لذلك الشيء. وإذا قلت: ما أبغضني إليه، وقع عليك بغضه. فهكذا دل على أن هذه الصيغة وهي أفعل التفضيل يصح أن تكون من فعل الفاعل، ويصح أن تكون من الفعل الواقع على المفعول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر النحاة لا يعللون هذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد، فيأتي باللام. يعني هذا تعليقا على ما ذكره عن سيبويه من التفريق بين قولك: ما أحبني له، وما أحبني إليه. أنك إذا كنت فاعلا تقول له، وإذا كنت مفعولا تقول إليه. قال: وعامة النحاة يوجهون ذلك بتوجيه آخر، أن اللام تكون للفاعل في المعنى، لأنك عندما تسأل تقول: لمن هذا الكتاب؟ فتقول: لفلان، تأتي باللام لأن بمعنى الملك. لكن إذا قلت: إلى من هذا الكتاب؟ يعني إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتأتي بإلى. فاستخدموا اللام واستخدموا إلى لدلالة كل من الحرفين على معنى مناسب. نعم، وأكثر النحاة. قال: وأكثر النحاة لا يعللون هذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد، فيأتي باللام. وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، تقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فيقول: إلى عبد الله. وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق، والملك والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق، وإلى لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل. نعم، هذه كلها من استطرادات المصنف رحمه الله تعالى في فوائد لغوية متصلة بمسألة الحديث عن أحمد واشتقاقها، هل هي من فعل الفاعل أو من الفعل الواقع على المفعول. نعم. قال: ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم: فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول، من ضيغم بثراء الأرض مخدره، ببطن عثر غيل دونه غيل. فأخوفها هنا من خيف، فهو مخوف لا من خاف. وكذلك قولهم: ما أجن زيدا من جن، فهو مجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم.
قال رحمه الله تعالى: من الشواهد التي دلت على اشتقاق التعجب من فعل المفعول وليس من فعل الفاعل، واستدل هنا بقصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أتى فيها يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول في مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلى أن قال: فلهو أخوف عندي إذ أكلمه. لما انتهى من بعض مقاصد قصيدته في مطلعها وانتقل مباشرة إلى الاعتذار مضمنا إياه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبئت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول. ثم قال في أثناء مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلهو أخوف عندي إذ أكلمه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخوف عندي. أخوف هنا من فعل الفاعل أو من المفعول؟ يعني هذا كعب بن زهير وهو يقول هذا الكلام هو الذي صدر منه الخوف أو وقع عليه الخوف؟ وقع، فهو مفعول. قال: فهو من الفعل خيفة، فهو مخوف. قال: فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول. ثم شبه شدة الخوف الذي أصابه ووقع عليه حتى أتى معتذرا ومقدما قصيدته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه ذلك الحال من الخوف والهلع الذي أحاط به، قال: من ضيغم، والضيغم الأسد، بثراء الأرض مخدره، وفي بعض النسخ: من خادر، من ليوث الأسد مسكنه، ببطن عثر غيل دونه غيل. عثر اسم موضع عند العرب في الجزيرة تأوي إليه الأسود، أو هو مجمع للأسود، فيقال له بطن عثر أو وادي عثر. وغيل الأجمة التي هي مكان الأسد كالكهف الذي يأوي إليه وتجتمع فيه الأسود كالمساكن في الغابات ونحوها. يقول: الخوف الذي أصابه أشد من أسد بثراء الأرض مخدره، أو قال: من خادر، من ليوث الأسد مسكنه، أشد من خوف إنسان اقتحم ذلك الوادي في بطن عثرة وهو مليء بالأسود التي لو نجا من أحدها سيهلك على فم الثاني أو ناب الثالث والرابع والخامس، فهو هارك لا محالة. أرأيت خوف ذلك الإنسان الذي اقتحم ذلك الوادي وهو يعلم ما فيه من الأسود المفترسة والوحوش بأنيابها الضارية؟ يقول: الخوف الذي أصابني أعظم من ذلك، أعظم من ضيغم بثراء الأرض مخدره، يعني المخبأ والمستر الذي يكون فيه ببطن عثرة غيل دونه غيل. فموضع الشاهد في قصيدة كعب أو في بيته الذي أشار إليه قوله أخوف، قال المصنف: هو من خيف فهو مخوف لا من خاف. وشاهد آخر يقولون: ما أجن زيدا. أجن زيدا أفعل تفضيل، وجاءت أيضا من الفعل الواقع على المفعول، فزيد أصابه الجنون فهو مجنون، فأنت تقول: ما أجنه، ما أجن زيدا. قال: هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. وخلاصة هذا المذهب أنه يصح أن تقول إن أحمد بمعنى أكثر من يقع عليه حمد الناس. على أي شيء؟ على كل ما حباه الله تعالى به من الكمال والجلال في أخلاقه وأفعاله وإحسانه إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البصريون: كل هذا شاذ لا يعول عليه، فلا تشوش به القواعد، ويجب الاقتصار منه على المسموع. قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نظما ونثرا يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. هنا نقاش بين نحات العلماء أهل البصرة وأهل الكوفة، إذ جوز الكوفيون اشتقاق أفعل التعجب والتفضيل اشتقاقه من الفعل الواقع على المفعول، واستدلوا بما سمعت من الأمثلة والشواهد ونحوها. قال: فناقشهم هنا نحات البصرة، قالوا: هذا كله من العبارات المستعملة شذوذا في اللغة،
وما جاء في اللغة شاذًا وعلى خلاف القواعد والقياس لا تعارض به القواعد، ولا ينبغي أن تشوش به، ويقتصر فيه على المسموع ولا يقاس عليه. أجاب الكوفيون: هذه الكثرة من الأمثلة والشواهد والاستعمالات ليست شذوذًا، بل هي استعمال مضطرد، إنما الشاذ الذي يأتي في موضع واثنين أو ثلاثة أو مواضع معدودة من كلام العرب في شعرها أو نثرها، كما يأتي في قصائدها أو أمثالها السائرة، فيقال هذا المثل جاء شذوذا في استعمالهم في موطن ما في اللغة، لكنه إذا كثر استعماله فلا يقال فيه شاذ. قال الكوفيون: كثرة هذا في كلام العرب نظما ونثرا يمنع وصفه بالشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا الذي ذكروه من الأمثلة ليس مما خالف القواعد، بل هو يدل على أصل لغوي يتعين المصير إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكم لا دليل عليه، وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه، والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده، وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل. لما قال البصريون إن أفعل وما أفعل أو أفعل به، هذه الهمزة قالت جيء بها كما قالوا لتعدية الفعل اللازم، قال الكوفيون: هذا ليس صحيحا، الهمزة في أفعل التفضيل والتعجب جيء بها للمعنى الذي يدل على التعجب، كما جاءت الألف في فاعل للدلالة على اسم الفاعل، والميم والواو في المفعول للدلالة على معنى المفعول، والتاء على معنى المطاوعة كما قال تاء الافتعال، فهذا كله ليس للتعدية بل لبيان معنى التعجب، فالهمزة هنا ليست للتعدية كما قال نحاة البصرة. نعم، قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر والتضعيف، نحو: جلست به وأجلسته، وقمت به وأقمته، ونظائره، وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة. لو كانت الهمزة في الأفعال المذكورة للتعدية لما صح أن يقوم غيرها مقامها، لكنك تجدها في اللغة: أجلسته وجلست به، وأقمته وقمت به، فيقوم مقام الهمزة غيرها وهو الباء، بينما في أفعل وما أفعله لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فدل على أنها ليست للتعدية. قال: وأيضاً فإنها تجامع باء التعدية نحو أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين معديين، وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي. يعني أعطى وأكسى ليست الهمزة هنا للتعدية قطعا، تدري لما؟ لأن الفعل أعطى وكسى متعد بنفسه، بل إلى مفعولين وليس مفعول واحد، فعندئذ ما كانت الهمزة للتعدية، بل هي للدلالة على معنى التفضيل أو التعجب لا غير. نعم، قال: ولا يصح تقدير نقله إلى عطو إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله، والهمزة التي فيها همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قالوا: وأما قولكم إنه عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره، فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف، وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال فضعف عن اقتضائه وعمله، فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. فصار المصنف رحمه الله إلى ترجيح طريقة الكوفيين، وهو أن أحمد على وزن أفعل
يصح أن يأتي مشتقا من الفعل الواقع على المفعول، فيكون معنى أحمد الاثنان معا، أنه أكثر الحامدين لربه وأنه أكثر المحمودين عند خلقه سبحانه وتعالى، فهو أكثر من وقع عليه حمد الناس وثناؤهم. على سبيل المثال، الناس تمدح حاتما الطائي على ماذا؟ على كرمه، وتمدح فلانا لشجاعته، والآخر لذكائه، والرابع لسيرته في العدل، والخامس والسادس والعاشر. إذا مدح حاتم الطائي للكرم، والأحنف بن قيس للحلم، وإياس بن معاوية للذكاء مثلا والفطنة والدهاء، ومدح كل واحد من الناس على صفة ما من الصفات، وقد جمعت الصفات كلها بأكمل معانيها وأجملها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت عندئذ أنه أكثر البشر وقع عليه حمد الناس وثناؤهم، لأن الذي وقع متفرقا لغيره وقع مجتمعا له عليه الصلاة والسلام، فكان بهذا المعنى أكثر البشر وقع له حمد الناس وثناؤهم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه البصريين، نعم، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى، وهذه طريقة الكوفيين كما تقدم، نعم، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل ما يحمد غيره. إذن الفرق بين محمد وأحمد بهذا المعنى أن محمد اجتمع فيه قدر من الخصال التي أوجبت له الحمد، وأما أحمد فالذي اجتمع له فضل من الحمد وحجم من الحمد وكمية من الحمد أكثر مما وقعت لغيره. نعم، بينهما تلازم لكثرة ما اجتمع فيه من خصال الخير كان محمدا، فلما اجتمع له الثناء والحمد من الناس كان أحمدا. فإذا كلا الاسمين وقع من شدة ما اتجه له من حمد الحامدين وثناء المثنين عليه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أن الفرق بينهما أن محمداً هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل ما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. حمده البشر، وهذا تقييد مهم، لئلا يقول قائل إذا كان هذا كله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الحمد المستحق لله جل جلاله؟ الجواب: لا مقارنة، نتكلم عن حمد المخلوق لا حمد الخالق. أما حمد الخالق فحسبكم مطلع سورة الفاتحة الحمد لله، وعلى الاستغراق الذي لا انتهاء له كل حمد في الملكوت الأعلى والأسفل من الإنس والجان في قديم وحديث كان وما يكون، فهو كله مستحق لله. حمد الخالق لا يقارن، إنما الكلام عن حمد المخلوقين ومدحهم والثناء عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ولهذا قال حسان يمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أريد معنى الفاعل ليسمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت بذلك أمته، فإن أمته تسمى بأمة الحمادين. نعم، وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصاله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، فهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين وإحصاء المحصين صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقصد كتابه الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه، جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حالة المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. رحمة الله عليه. كل هذا الاستطراد والعمق اللغوي والفوائد، يقول ترى هذه يعني مع اشتغال البال ومسافر وليس بين يديه كتبه التي يحرر منها المسائل، يقول أما إذا أردت التوسع فتجده هناك في كتابه الآخر جلاء الأفهام. يقول هذه كلمات يسيرة اقتضتها حالة المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، فرحم الله همم علمائنا الأوائل وجزاهم عن هذه الأمة خير ما جزى أهل العلم، جزاء ما صنعوا وبذلوا وخدموا لدينهم وأمتهم، فرحمة الله عليهم وسلك بنا وبكم سبيلهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما اسم المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلاً لم يشركه فيه غيره. هذا اسم المتوكل كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قرأت هذا في التوراة، وذكر لك النص، قال: في التوراة مكتوب: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته كما يفعل الناس في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، إلى آخره. قال: هذا الاسم المتوكل لأنه توكل على الله. فلو قال قائل: فكثير من أمته متوكل على الله، قال: هو أحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلاً لا يشاركه فيه غيره في الأمة. أنا وأنت نتوكل على الله في أمور الحياة، في الرزق والمعاش، في الزواج والأولاد، في تفريج الكروبات والبحث عما يحتاج إليه الناس، لكن توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم لا يقارن بتوكل غيره من المتوكلين. فلهذا قال: هو سيد المتوكلين، وامتثل أمر الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وامتثل أمر الله فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وامتثل قول الله له: وكفى بالله وكيلا. فكان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى أعظم توكل. مع شدة توكله كان يعلم الأمة كيف يعلق القلب بالله في مقام التوكل على الله، يجاهد بلسانه ويده ويصعد المنبر ويحث الصحابة ويبذل الأسباب ويبني المسجد ويحمل اللبنة، ومع ذلك يتوكل على الله ويحفر الخندق معهم ويأخذ بالأسباب. فكان صلوات الله وسلامه عليه كما قال في إقامة الدين قام مقاما في التوكل على رب العالمين لم يبلغه أحد في الأمة في هذا المقام صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم: فالماحي الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الأرض، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار
وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. فهذا بيان لمعنى اسم الماحي، محى الله به الكفر. ولئن كانت دعوة بعض المصلحين والعلماء المجددين في الأمة جيلا بعد جيل هي من آثار التجديد للدين ومحو آثار الجاهلية أو الضلال أو الانحراف، فما بالك بأصل هذه الدعوات كلها في الأمة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تمام معنى اسم الماحي الذي جعل الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم ماحيا للكفر من على وجه الأرض ببعثته وإشراق شمس رسالته، وقد كان فيها كفار إلا بقايا من أهل الأرض، عباد أوثان ويهود ونصارى وصابئة ودهرية وعباد كواكب وعباد نار وفلاسفة. فجعل الله بعثته ودينه ورسالته عليه الصلاة والسلام محوا لكل ذلك الظلام وإشراقا لنور الإسلام وشمس الرسالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الحاشر فهو الحشر، فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. يعني إشارة إلى كونه في آخر عمر الدنيا من هذا الزمان. قال: والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم، يعني بعدهم. وكونه عقب الأنبياء فليس بعده عقب، فهذا إشارة إلى ختم النبوة به، كما قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قفى على آثار من تقدمه من الرسل، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت. قافية البيت آخره، وقافية الرأس خلفه الذي يأتي من ورائه. فكونه مقفى أو مقفي للرسل فهو الذي يأتي بعدهم وفي آخرهم، فهي أيضا بمعنى ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. قال: فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه. وبقي في الفصل أسماؤه البقية: نبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة والفاتح والأمين والضحوك القتال والبشير والسراج المنير، وغيرها من الأسماء التي نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، مستكثرين بقية ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على المصطفى الهادي البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. محمد أحرف تنساب عاطرة كالشهد، تروى بها أكبادنا الحرى. محمد كيف كنا قبله شيعا أذلة في بلاط الروم أو كسرى، حتى أتانا بدين فيه عزتنا، به بلغنا الثريا نحمل البشرى. صلى عليه إلهي كلما صدحت مآذن الحق في الآفاق بالذكرى. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدركين أن لكم بكل صلاة واحدة منكم على نبيكم 10 صلوات من ربكم عليكم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.